والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأنا قلت الله بأن حديثك أفرق قليل أعنى حديثك كوي تمنات باب كنتنات باب الخوف باب كنتنات حديثك كوي تمنات أعنى حديثك أفرق قليل ليه إبان عوك بالله بالنبي من سبحانه وتعالى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر حل قولي من رسول كؤيري إني أرى ما لا ترون حين أركين أو أركيا قطت السماء وحق لها أن تأط صمري أيا روق سميسي وينو هاترون عانتي عند وقاشو إيمان ما فيها مواضع أو ما فيها موضع أربع أصابع مجر تمال سمضة كمير وأفر فراد لديه كرا أما أفر فراد يبوس أنهم كرتب إلا بهدي الجرتو وملك ملك بار واضع جبهته فوق الكوهية ساجدا لله تعالى إلى يسجد السن والله ما قدرت لو تعلمون ما أعلم مع أن أقول هذا إنك أقولنا هذا لضحكتم قليلا إن يرون بتقصد هيدا ولبكيتم كثيرا إن فربضنا وأقول هيدا وما تلذذتم بالنساء على الفرش وإن كان كل ما إذا راح يستنج وشين أو قرش ولخرجتم إلى الصعدات ودويك تسكش إلى هيدان أبح إلى هيدان تجأرون إلى الله تعالى إنكو إلى سبحانه وتعالى وقال لنا صنع إلى هاي قرقار ويدي سنة يسبهم بهن روه التلميذي وقال حديث حسن أطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء بفتح الهمزة وتشديد الطاء همزة أول قرب أطت طاض وشيطان فه أط أط فعل كلمة مضارع من قناة تأطو تأطو عندها تأطو أو بفتح التاء إيه وبعد همزة مكسورة همزة وصل جنبها تاء ذكر بس تأي تأي والأطيط مك وضع عربية حيالها أن يونيكو تهي في كذلك دمتا لقد كالوحا كم إذا لغادها كان وحائس وته دليك إي مدلولك حرف كان هالك أول رعي والتنمامة مالك أط إط حتى كلمات سيبدا عيسى فهمسا صوت الرحل والقتل وشبههما وعدك وصمينا رركة إيهير يدا مالك نيفك إنتال الرروق رتيجة قاديتك لقد قبيو waxaa dusha laga saaray kulubskiisa dusha la saaro oo qofka ku dul fariisanayo markuu sheegu dheeliyeeyo marba dhinacdu sii liicayo dhawaa ka soo baxdaa jiiq jiiqdaa waa la tilmaamaya marka ومعناه ده أي كأن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين بدي وحا أي كقران ملائكة صنع أخاتي إلهي عبدي ساي قد أثقلت حتى أطط وحي عليس سعران أي عسلة ينسمري إلا أي سمري أي مكة ساعدة وقولة مار بمعنى مجرت مال سمرة كمثل وأفر فرض الله إلا ملك بكس الجوس ملأيت وحا أي ترك القرن وحي سمري أي مكة لنا وقضة مركز النبي يقول الله والله هذه أدوكتي محان أغهد إن يربط قصد الله إذن إن بدن ودو إلى إذن وكن نبي نور راعي حتى الدنيا حتى راح هذا إن عمالة كل جدا ما إذن قشانه إنت ديود أوضى بحضان هي السعادات بكلمة سعادات على ولا بنوم الصاد والعين هي الطرقات ودوينك ومعنى تجأرون أي تستغيثون إلى الله وفإليه تجأرون أي تستغيثون وتتضرعون إليه إلهي وعد صبهم بهنا إسان وقرقر ويدي سمسا نبي من روح التنوى صلى الله عليه وسلم فنوقفك هدي ملعبت أي ساء سجوسان تهي
بطلين وحي إلهي كبقي سنة أي ساعة مشكور سنتهي إنك مركة أدامنا هاي أداني وخل الله الله وحيابنا نقول بيانيين وحي تهي مركة إن بطلين تأما بقاها كجر ملائكة كلمة المصاقرة حديث اللي بيتمناد الحديث السابع والأربعون بعد والأربعون عن أبي بر ذاته براء ثم زاي بر زا أي نبضة من عبيد الأسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد الضون الذي يسجم ذوات كزول ميسو كتجي ميسو قيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه لا لقوا يديو عمره سوح كبحي وعن علمه فيما فعل فيه يأقونتيس علمه سوح كسمي وعن ماله من أين اكتسبه إلا لقوا يديو حولي سهلك كان وكسو كسبضي وفيما أنفقه هلك كبحي وعن جسمه جسمه سنة ولا ويدين ولا ويدين فيما أبلاه وها أكوب بالي لا جسمي أو نغلمي كبابا حق قبل تراغة النبي قال حديث حسن صحيح حديثنا طبعا مرك لا تزول قدم عبد المرك الليه مال يعني ماشي نقول هنا مثلا والله هذا طلع مال الرجل كريم إلا وحي يعديه حسابتي إلا جوابتي يعديه سيسي ما خطيه لك أضوك مرك واحد باسين صار سؤال حيرين ودبرين مال ما دقائق سؤالها سمعك سؤال وقال لي سيف كويسنس قول لي ناشي يا waxaa ugu horreeya su-aasha koowaad cumriga la isweydiinayo qofka inta cumrigiisu ahaa waxaa la isweydiinaya intii ilaahay subxaana wa tacaala ku baray ee garashana uu ilaahay ku siiyey intay doonto hal ekaatee waxaa la isweydiinaya shilimaadkii ilaahay gacmaha uu soo geliyey halkaa horta ka keentay waa muhiim meeshaad ku bixisana muhiim laakiin cumriga halkaa ka keenta lagu dhihimaa ilaahay baa ku siiyey ka isa isweydiin ma laakiin waxaa la weydiinaya shilimaadka kan meesha aad ka heshay iyo halkaad ka soo dhacsatay iyo meeshaad ku bixisay wacan jismi fiima ablah جسمنا إلهي سبحانه وتعالى قبل بنادم كأوسية في شيء كذا وساء لسانيا ولا سوى دينيا باب الخوف من كل جنة حديثة كفر بقى يسيدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها لا يدعو أقري آيات وصورة إذا زلزلت كل جلت أو مالك بي أرضه كورمي دونت أخبارتين ثم قال مركز النبي أتدرون ما أخبارها؟ قال نيسان أخبارتا أي كورمس أرض ضحايته قالوا الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيسا قرانا بإلهي قال وحيد فإن أخبارها أي الأخبار التي تتحدث عنها الأرض أخبار أرض كورم دون تاي وحوي أن تشهد إن أيكم الخاتي كعد على كل عبد الضوم والبضاء أمة الضوم بما بالذي كي عمل على ظهرها أرضون دشد وكسبي تقول وحي لنا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وحاي وحاب على السماء سيمان الهبل أي هبلة فهذه أخباره تاوي أخبار رواه الترمذي وقال حديث حسن وإن كم من دهي حديثة كان حديثة موجودة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم برانكا فسيري موضة فسيري ميسا موضة فسيري معرين قال لكن إن الجيران عيادة عيدة كبر النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة أحاديث سجنة يكون سجناتي على جرى هذا مركة مر هذه النبي فسر اللي يقول هذا يوم إن أنت حدث أخبارها إن أنت وذا دي ماذا على جرى هذا سؤال بعنا إلا الله من حديث كلا إن ماذا بعنا أما آيات كلا تانا رنتي ما يندعين لكن النبي كبر مرويل أخبار توا محق ضد اللي بيشيل المسلم خير ما تكون سمايسي هل كانت كل سجود سنتها ما تكون سجودي مسجد كركوت كتير أرض الله ورم دونتا هدي أدوان عقصة مسنا أرض الله ورم دونتا إلى فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين من القرآن كله يعني أرض الله إيه هي السماء وإن مخلوقات إلهي هو أوقف هي هدي الدنيا وكتب سؤال شاس مركة وإن سويس هدي كلام أبو خالد سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كيف أنعم والسنان الراحة سنة وصاحب القرن أي أيوة والحال صاحب القرن ملجي جيسك هي وصوركي قد التقم القرن ومركي بأفكا سارتي بونكي ومركا وأفوفي لها وصاحب القرن
ملك البونكا هي جيسكي الأفوف الهانا قد التقم القرن بونكي الأفوف لها أفقى وصارت وضيع يعني وحوهر واستمع الإذن ومركها ندق رالي عينيو إن لو إدمه متى يؤمر بالنفخ فينفخ قرما الأمر يا إن أبونك أفوفه كده من وراك أقول أنت راح سنو كل يعني وقت اللي راح يسوي خلاص ما كان يقول تمام يا إن أدمير الجواس سكتها خلاص من اللي ممكن تجي أي تعال بعثت أنا وساعتي كهاتين مكتوب النبي يقول صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم إذا وقعت الواقعة الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة حصدا سيدي يقول عيان ودم وح مركي أبيلو كالتلو مركي سوف تبقته فكأن ذلك أرجع حال مدمع ثقل على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إن أرجع مرح قب إسلام دي نقول ليه مال خلاص وحل راح يسوي ماشي من جنان مركي وخلاص بونك وديها مركو علاش بكل نقد فقال له مركي سوف يقول واعتراضا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي وأن نغفل إساق على مدى الترسارة لترسارة أبونا سيد الغنوحة لا قادة نقول مركي وحوم تلغو شيء وسير وحكا هكا تبلا بدون تاهم وحقوع سلا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل مردو حسن إعداد حسبنا الله ونعم الوكيل مردو والاسترحيل إعداد حسبنا الله ونعم الوكيل تاس كلمة تاس كلمة قالها إبراهيم حين إيش ألقي في النار وحاوي شقيمة حسبنا الله ونعم الوكيل انتهوا روح التلميذ وقال حديث حسن القرن هو الصور الذي قال الله تعالى وبنك إله ونفخ في الصور بنك والكفوف كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فسر مركة النبي صلى الله عليه وسلم حديث له هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآياته حديث أخر بقول يتوبا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول من خاف وفي بقاء بقدماء السعود بشر أدلج معنى وقته رأى سعد الكيس بلا هو مسافر فش ليه أما الله ماشى مرة يوم ما يقدر يجوا أنا أنت تقول تكتي أنا دوقت خوص صباح ذا أنا هم من قفكي ما كان بقدونا يكون جست أدلج وقته رأى سفرية ومن أدلج قفكي وقته ركب بحا أول ليل بحنا بلغ المنزل هل كويس سعد أقل كيس جارية أنت مرت يكدي معنى وحال رواك المرد سيدة طنبي مركة قلت المام يساوي لا ده هذا وين الديار جلودا ألا إن سلعة الله غالية إلهي سلعة سبلا عظم وله رياء يبسني ومن قالي ألا إن سلعة الله بل عاد إلهي وسوق كان ألا رب إلا يبسني الجنة أحكى لما مركة على قدر كد حيث من خاف أدلج يا ألا إن سلعة الله وحل غوضا بوح مركة يوح قاليه ولله البر مثلا وحال صوب بندقي تونا معرض اكسبو بجره والوصف بندق دون قلب سلا سوكر ما ضب عنده والنوعية وكواليتي وانا سلا اي واحد وصف بندق دون طبعا كوهر رئيس انه في هيدي دون انتاس طيب عم حشاك يقول جيل هل يكون الهردة في عن عدم رمتي هرد دون وحشاك يقول جيل صف كهر انا بيوغي دون تي وحشاك يقول جيل انا بقاري حين لها بيع ستك وحدا ما ديها سانسا لكن مرحبا على الوضع إلهي سبحانه وتعالى سيد عديسة من قلب قلبه وقارمه هرى لا أرض ما وحيو بعانتا إن وقتي هرى قصي تباو شيكستو وقفك أجيا قروه وعدنا أنا كالهر مل إلى سبحانه وتعالى سل عدم وتنام أما إلا تنام نبي وتنام وسل عدو الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذا نوح المجنسة وحلو وما حيشرها يبيعها إلى سبحانه وتعالى وكبنه حديث أفر بقول يكوي تمن وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يقول يحشر الناس يوم القيامة آذنها آيات تجنيدا ما لنتيدا لصوك المنية حفاة حاله كواء كبونا فعقعد حراة حاله كواء قاوا ودرعا وذن غرلا حاله كواء يوم مركا أن لقولين أو بولي قطعة أو بيجر أي قتال قلت عن يا رسول الله عيش الله مركو يردك يوقع قاوا
دي إلهي كو إنه يتولى أو يربو لي قبع أي أحسيها لكين المركبين تمام حنيدي يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض هذا يدوم مركب الله يجعل راعيا صوما ما دي ماشي رجوا يا كان هو انقا قاونا ماشي تعالوا محمد لا انا حنين رجونا اي ساسو كلامنا اي هو انكم اي ام منى رج قاون سو لسكو مشغول يا رسول الله قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أرنك هو كأبي إن أرنك يكون مشغولا وحال صغير هو الدنيا مكة للجول أمبا وطن سيؤتى الأرقي كان سؤيا الأرقي لبا مقن في حرب الدنيا لك حاجة مكة للجول شغل كلا جربي وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض أمر كوين إن سائل سؤال متفق عليه غرلا بضم الغين المعجمة الغين المعجمة يعني اليوم نبي طبعا ما أنت تخيل وقتي تبقى مجرم تشكيك كان أن مجرم بقى لقى فكرية أما دي على شكلنا مركع معين بعد لا مزو غين بعد لا تيبا مثل شيء أي غير مخطونين أي غير مخطون كو أن لقدم باب الرجاء رجاء باب كده سيد واحد هنا السنة والجماعة إمام كل أربع ولا إلا رجر بعض وكدوله للإيمان جناحان يطير بهما الجناح الأول الخوف والجناح الثاني إيش الرجاء لو قربوا له إمام قرب لهم على الخوف إن إله لقربه يقرب لهم على الرجاء أقول بعض رامك وبقه إن هذا قصة لأنه مركز خوف وبطء الإنسان ييأس عليك ألا تيأس قل لعبادي الذين أسرفوا ما يتعب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه آيات كلمة الله إنه لا ييأس من رحمة الله آيات كلمة الله ومن يقنط من رحمة الله مركي بقلنت قراده إذا قول مكيد كل قاضي وقفه وبقول خلاص ماشي حوم الجيران الدنيا فيها قبصا خلاص ونوكا لتقماش يا باب الرجال وفور يا حضان إنه نقصه قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وعد كنت هذا الدوام نفسد ذلك حق بالبيو هكا قوسنا حريص إله إله الدنوب تنم ضعفة إنه هو الغفور الرحيم والذي مدافع وأن حريص فضل قال تعالى وهل نجازي إلا الكفور قد كان نحيد وهل نجازى إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور أف كفور أمبا وليم الدنب فرح الله ويكويا يقفك قال إلهي رحمد يسا سويس إلهي فإنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى في سورة طه حل الناس وحيوده عذاب كوح وكد الهبسان يا أم كبير عدة بين ذي إن كان جيسة إلهي هذا إلهي فلو رحمتي واسع كل شيء يعني نحريس المال وحوال بيلك يعني إذا ضيق آيالها هذا أركي واسع كل شيء شيء البهديلي الرحمة داست شيء قد قيب كتاه هديني العذاب بسوء كذب وتولى مر هذا مو منتهى رجع ماشي كل جسم وهل نجازي إلى الكفور هديني مر هذا مو منتهى كفور كل جسم يغفر الذنوب الذنوب جميعا انت عصر تأكيدات وحي مجدنا ان قفل عن القرسي قرسي حديث أهل بقلي المتوى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قرة إن إلهي مولانا إلهك الآن الجرين إلا لو لا جين أنا الجرين وأن محمدا عبده ورسوله نبي محمد أدون كيس رسول كيس إنو يا قفك قرة وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى إنو يا أدون كيس رسول كيس وكلمته كلمة سنة إلهي كلمة سألقاها إلهي أرد إلى مريم أرد وروح إنه يمنه إسر حقي كأهذا قفكي قرى والجنة جندي والنار نات حق إنه قفكي إنت قرى أدخله الله الجنة إلهي بالجنة قلي على ما كان من العمل هي وح الله وحي عمل أي مع ما كان منه من العمل عمل كسة أوصل لي مربه الدين تابع يا حسام قال الجنة وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم وفي انت ترى حرم الله عليه النار الهي النار كحالا في نيوي
Inta waa in nagu soo noqnoqoto oo qof kasta uu yaqaan. Kaliya waxaan u baahanahay inaan ifinno wa kalimatuhu alqaa ila marib. Haddaba kalimadan iyadaa si aan lagu soo gambanin, qur-aankana waa tan ya ahla kitaabi laa taqulu fii diinikum walaa taqulu cala allahi ila alxaq inama almasiihu ciisa bnu maryama rasuulu allah وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فأمنوا بالله ورسوله آيات كذا بيسا آيات المركب وكلمته ألقاها وش الكلمة هذه؟ كلمة بحالة جوابها طبعا كلمة مركبة التمام كلمات الله جل وعلا مخلوق معه إلهي كلام اسم مخلوق معه مر هدوس المخلوق هين اندي ليرا وكلمته عشان حمرك بلاغي إله سبحانه وتعالى كلمة ذا إيادا ثمرة ذي بميحي كصوب بحي با إله سبحانه وتعالى عيسى كأبوروه مركة إن أميد إن تو يمالو إن إرادة مثلا وكلمته ألقاها إلى مريم وكبقو إن ما أردتي ما يسكلا أي أبوركو أها ملك الأولى هذا محل كلمة مش مخلوق أصلا كلمة مخلوق ما وإله سبحانه وتعالى كلمة ذا كلا قادة إله سبحانه وتعالى كلمة ذا كلا قادة ووحى قال به كلا هدي كلمة ذو أي مخلوق تهاي هم بهوشا هذا أي مسيحيين أي شيك شيكات أي إيمان يسأل كلمة ذا مخلوق ما كلمة ذا مخلوق ما بررون عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي يريد يقول الله عز وجل إله يوحي إليه جل عز غالب هاي وجل ويناي إيه من جاء بالحسنة قفكي حسنا ليما الحسن فله عشر أمثالها حاء حسنا لي حسنا تلون دين كيدا ولي أو أزيد أما إن دابسي سن وكبضا ومن جاء بالسيئة قفكي حمي ليما فجزاء سيئة حمي أبا المركز سيئة حمي ويؤو حمد مثلها يضع كذا أو أغفر أو أغفر أموان عافية أو أغفر ومن تقرر إلي شبرها قفكي أنيقة تاكي يسود هذا تقربت منه ذراعا ردن بامر يسود هذا ومن تقرر مني ذراعا قفكي ردن يسود هذا تقربت منه باعا باع بامر هذا ومن أتاني يمشي قفكي سوى سعانا إي مادنا أتيت هروة أنا دقدقي أنا أتقيها ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة قفكي إلي ماذا أما إلى كل ما يسوى حمبارسا أرض مقيد قفقة لكن لا يشركوا بشيئا وحرقني أنا يوى جنين لقيته بمثلها مغفرة قفك اسمه حمبارا كل ما أرض مقيد مدافع طلب العربي بحرنا إن فهمنا كلمات كان محل لها باع محل لها شبر محل لها ذراع محل لها أنملة محل لها فتر أنت وضدك إيش خلنا باعوا أنت لوكاو أنت اللي حل له يعني حكوا هذا ذراع عندي ذراع وأنت كلي لكن باعوا مرك أنت مو. يعني لو دول سكوت درا باع المرعبة halkii diraac uu yahay keliya intaan keliya taas waa mid shibrigu waa fartaa suulka iyo tafatulta u dhexeysa intaa markaa sidaa dhahda shibrigu magacaaba taas waxaa lagu magacaa shibri laakiin marka lagu magaca alfatriga waxaa lagu magacaaba waa inta ilaa inta waa suulka ilaa fartaas tam index inta laga gaaro fatra waa lagu magacaaba maxaa kuu soo haray iyadana kelmad anmula marka lagu magacaana intaa suulka قدر أنمو لما كان بقشوا أنت الكل مركا قدر أصبع مركا ما وفقت يا دول مركا مقاييس ونوك الدومنت مركا ذراع وردن باع نوى الله ذي ذراع إلى ذي يسوون مركوفك أنت إيس أنت ما صمينا الله سبحانه وتعالى ذي معنى الحديث الإمام النووي قضانيه من تقرب إلي بطاعتي قفك أني أطاع علينا إيه قاسكي يعني يوسو دوالا تقربت إليه برحمتي أن نحريس إذا لسه دواني وإن زاد زد هدو كرديو صلاة دي هو كردي سسام وكردي قرآن قصدي هو كردي سسام وكردي صدق دي هو بضط سسام وبضين إليه فإن أتاني يمشي يسوى سعاني هدو إيه ماذا وأسرع في طاعتي أو حقا كدب دب طاعتي إذا سوما أتيت هرولة
انا دق دق ما يماني طيب ما منو تفسير في سبب صببت عليه الرحمة نعريسه صاود شوية وسببته بها وانا كالهر مريا ولم احوجه ومن اللي بقى تبقي من اليوم انا ما بقى تبقي الا المشي الكثير نوح الى المشي الكثير نوح بدنا يوصل صلاه في الوصول الى المقصود سي وقع رضان طولها وحبنا بين الجلسين ما بقى كفرت بضم بقى وقراب الارض بضم القاف هي ويقال بكسرها وقراب الارض نواصح وقراب الارض نواصح لكن والضم الا قو لبه قراب الارض يا اصح صحيح سم الى ستاندر كي عربي واشهر الى عن بعض ومعناه اي ما يقارب ملئها وحضر مجيره كله والله اعلم. وكان حديثا بشاركه المركب وطائر يعني معنى وامح قالوا ان يا هذا التي مالي ان بل باكو سويس حير هذا التي مالي الى سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لا ازيدنك ولئن كفرتم من عذابي لشديد. هل كابا قاعدة التهم عن جابر كان يمشي بصلاة حديث أخر بقال أخريت عن جابر وعن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابها أورامية النبي فقال يا رسول الله رسول الله ما الموجبتان من حين لغنى حواجبية فقال فمن مات لا يشرك بالله شيئا أفكي لنت إسرائيل لو ذا جنك دخل الجنة هذه الموجبة الأولى عدم الإشراك لو ومن مات يشرك به شيئا أفكي لنت إسرائيل أن يحلو ذا جنك دخل النار نار بقلية إن هل كان مرة حلقة شرك بو إن أوقفك النار بقلية هل كان شرك الآن تتوحيد كان أوقفك إن جنة بقلية رواه مسلم حديث آخر بقال شديد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي والحال معاذنا فديفه وفنج الشيء على الرحل رك وذا بدأ لا سعرين يعني. قال يا معاذ معاذ قال لبيك يا رسول الله سعديك رسول الله كن مطلق فمن كلمة لبيك هكيك تين سعديك هكيك تين صوفا فاين قال يا معاذ لبيك يا رسول الله سعديك كو أجيبه يكون مغلب قال يا معاذ لبيك يا رسول الله سعديك ثلاثة سدح جاء طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي أنه يقول له مرة واحدة يا معاذ هل مركب لي أكون في النساء يا معاذ يا مغلب وحر ما سدح لن جاء بالأسر العلينية وحر ما أن يشد انتباه معاذ إليه إن معاذ تنشن كيسة التنشن كيسة إنه سوى الجيريو أو في جمرك سبح مرة وقعد يهبل وهبل ها وأنا ما حيروح عنده الدونه وح أدعو رسول دجاه يفوز أنت مرك وسوع لي بفي ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله مجر أضام قري إله المويان إله كلمة سجل وأن محمدا عبده ورسوله نعم محمد أدعوك سجل كيسوية صدقا أي يشهد صدقا هن عليك تحي ومن قلبي يعني معنى أي صادقا صدقا كل شيء من قلبي ليك الصور قوضي إلا رهدي على حظ الله على النار إليه نار تكحرم إليه سبحانه وتعالى نار تكحرم قال يا رسول الله رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشر تتكميان شيء مو شيء قلبتك أي بشارستان يعني معنى أرنك وراء عجيبة يعني لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قفك هدوله كلمة دون قلبي شيء قصة خلاص مية نار تملك بعد بعدها أضدك مو مورجلية قال فير إذن يعني بمعنى أي فلا تخبرهم أوشي جمد مركز سول راندينيو أوشي جن إذن أي إن أنت أخبرتهم وأبشرتهم بها هذا أوشي كتب أدو بشاريس يتكل ويصدقان يا نتكلم عن معنى طلع صار شيء بس تجنيه فأخبر بها معاذ معاذ مركب ما أمصنا أنت مشي معاذ بحوش كلمة إذا عند موته مركو بمنه تأثما حال هذا أي خوفا من الوقوع في الإثم سو كبق إنه كد بابه ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كبق المويانة مشي جن أنت متفق عليه حديثا وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم يسوي كبق دمي من كل عمرك علما وقريب حديث طبعا ضنه ورجديه
كلمة كلمة سهلة، ما لا إله إلا محمد رسول الله، لكن مرة بكلمة ده أوفي صدق خالصا صدقا قيودات بعد ده بطال قيودات كاس أم وحيوان شروطها الدبية الهدان على إيمان كلمة ده مال عنده يصلي عيسى إنه قلبي يكسر قوضه، وإلا كلمة ده هديتها من عرب أو بشمها ولا نقاجي هديتها تتابع وديه كريسة أمه ملكي لو تجي أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يروح مروني إله كلمة جديدة هذان يوم القيامة إله سبحانه وتعالى الله رتقوني راه هو إسلام مركا كلمة داس نيكن كم بدك دين حنين عربوها أو قحة عربي فهمي كلمة دو حيتو فهمسين نفي إثبات كيد فهمسين نواقض ضيل أبي فهمسين كلمة دو سكده إن سنهم بو فهمسين كم بدك دين هذا بقى كلمة دان مرة بشروط دي نواقض دي قفك ونكف قضايت لكن درسي كلمة عشان كقاعدة نوحيتها ضد كمرك وحلو الشيء قيدو وحكا صلى ما الشيء قو معنى إذا ما هين ضدك الله يقارين يوحي جنة قبل نار قبل ما لكن هذه قف قليل من قال لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كلي هندي الله الشيء قو أو أن شرودي الله سي الشرحين وحكا الله الشرحين أو بحشو أي نقطه وحلقي يابا إن إرجب ولقار قف مالك الألقار مركا ضدك إنا إسدكتان بان ديدينا ويرانا بس مرها دا انت ترادن صلى الله وحن جهد جهد كان يو. ولهان إيه صدق صدق هذا إيه وحنا دنبا كلمة دنبا هو فيلم كلمة دون سكلي كده من ضد كأي دين عكرام إنا مركا مقط ألقى مركا بس إيش قاركود وحلا قرية علمي جار ملا قرية إلى هو الدين إن الذين يتون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يتون ما أنزل من البيان القرآن كله مرتين في سورة البقرة الجار ملا قرية نساء كوه هدي لقبق إن مسألة الخلاف وين إيه كانت يعني مسألة ضوين هاد كل جستاي مالها وحوينو كرت من مركب مالها وفكي انو اوغاد عامي انو سن اوغادنا بيج ديل معها حوين ما لكن بروح على غير مركو اوغاد اني في النكاله كو كان تو بس عيشه سو كلام سو ارديس مركو ذات كهدي لا كتاب انتو اسكو اجستي وحوغا او انو ما عرفتي ضدك مرقها لا سو حرف ليسما ومساله دي عامه او كو على مساله وحنا اني كفائدي سنه ومنطقيه دله وبلاغه دله وفلسفه دله وعلوم بدن اي هوستال او باهن علوم تام بدن قف انه صاب بار وح معناه اي شيء يكيني سمر كامل قف انه شيء مر كامل ولا جوا نفسه مساله شبه ان جرين او يو اصل عن لهين ان اتك سيدنا ما حاله يابا يستير كونفيوشن بدان تشويش بعد ابو ريس تشويش كان ان دوين كان ان دوو ويسا لغا يابا قف مر كاي باش كو فغات يدنا مهم من ذا كلام حيت هي يدنا مهم كأه هدو طالب علم وياهي مربع مرحلة دو تاجي المهير يهدا كودا شاي مربع مرحلة جاي أكليه من العقد كليه إنا أو ما أردت أفك أقول دي دو عانا يعني حوالي ومركا وسكسك أما إيه وسكا مو موصى ما جتاتي راد أفك كلي ست كوس سبتين إيه مربع كوف فلانته مربع هل من العقد كوف فلانته مربع لا كوف فلانته مربع كوب وكوف فلانته مربع يسوي جعنتي سو كوعنا مربع قولي ما لنا هين آدي ما مرحلة بل التاجي هذا هالمر إنتاج كي راع وهذا الأشياء كي لك بريس أفكار جورتي وأكتر تخلص صامة مو لي مانع إذا طالب علم وحساس ما لي مل بيتاجي أنت هاي سبون فيدينج بكل جرا مرحلة مرحلة مركب وسيجر وسوسي ولما عقيدة دي مال إسكسار ولغة وفهمه وأديك واحد ماشي كسر قادي كت وفهم كرو كل النقاش كرو بس لو دوت كي جلي كرو مركب الآن لكن ما هدي عن سواقاتهم وحول بودتك إسا قطورو وانا سيدا حد أندري مينو وان رمتي دعادة يقول دادالي جزان الله خير علمي ومضو حوش على حركاته حلقة يابا أدو دادالي مال إلا إن دادك هلا دعديد إذا نخطرتي إذا مكلا هذا حديث ثاني يرد يا أفر بقول مال قاري سيد دقائي طيب ويسكو دينا إن شاء الله حديث اللي حيت أفر بقول اللي حيت من وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أو لبدا الراوي بقى لقى شكي شك الراوي وحكى شكي حديث كما حاجر أبو هريرة بس أبو سعيد الخدري لكن عيش ثابت عند المحدثين ولا ضر الشك في عين السحابي سحابي كانوا هدي لقى شكي مشكلة ما لها حد بعد ما كان اسمح حاله هدي أبو هريرة ولا أبو سعيد الخدري لبدا عدول لأنهم كلهم عدول حاجة كنا وعدول عدول حلقة وضع مد جرح للجرحين كرا أما هذا الكيس الذي ذكر لكم قالوا فعلا ما كان غزوة تبوك غزوة تبوك مركي لكاري و
وسنك سجالات حقا يتبوق الآذي أصاب الناس مجاعة تتك قاجة كتب تتك وحا أسيب قاجة أسيب. فقال يا رسول الله، فقال وحيد يا رسول رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. رسول الله ما إنه أقولات الآن هلا أن وظنه أقول عنا إيه فأكلنا أن عنا ودهنا مركا كده مكسو كن ماشي ما قصوا بحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا هيا سمعي وهي جدي بقى حلد ويدراتي هل دابد أي لوك التمني ومر مركا ودابد وكل جاني هل تمن بلا مود موسانة حلد هم بمركا جالس أوتين في ساعة العسرة وطلبوا تمام نبي يقول هيا سمعي. فجاء عمر رضي الله عنه عمر بن فقال يا رسول الله إن فعلت حديث سيدا أتسميش أرن كان هذا تري وصما إن كرتان قل الظهر جديك يا رانيه ولكن ندعهم بفضل أزواجهم لكن ويروا حتى هذا قال الله بس هيدا كسر هذا زائد كه ما شان الله في ماضي ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة كدي من إله أبري أو إن أبركي أنت يرى زادة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة وإنت سو إلهي بركة ولا حد جاي أفضل بابا صحيح زيادة وتماشن هل يماض دعانا مركب كب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيها وبقلاص هجات وهو في عون يعني هندسها عمر وكاني نبقوا أقبل. فدعا بنطع كذب وياري وندعو وقول يرو كسم ميسن هرك كسم ميسن وأديمة حير كان بيل باشا سماش اللي جوجلي فبسطه مركز هلك على جوجل ولا فيديو ثم دعا بفضل أزواجه مركز سيقول والبابا وحيرا ديري أي سيدته وآه سحية يعني ديري يعني أنت أي وضعته إن هكذا أنت ماشا. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة نبا مركز وحب الله إنه لي ماذا هل صعب أنت أو وطأه ذرة ذي ويجيء الآخر بكف تمر من نوح كان صعب مركا وكجرو تمرؤ الكجرتو ويجيء الآخر بكسرة من نوح ليم كمسر إسوغو ستة حتى اجتمع على النطع بنطعوه حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير نور مركو وح أنت وهي مركو كان إن يربى ماشي مركا راشنة أي وحي كسا أروت قغشي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة نبي مركا بركة وبدعي ثم قال وحي له خذوا في أوعيتكم شرحنا محيلين أي خذوا ما تريدون من الزاد الواقع في النطع صحيحا كسا ضل عذي قوشا هرق كسميسا لقد ضل تبي انت ضلنا كقات. فأخذوا في عويتين ما شيء كورتين ولا شيء كورتين حتى ما تركوا في العسكري وعاء إلا مملوء إلا ملؤوه يعني حتى إلا هار ماشي صديقه وهاي يجوعين والو البق ماشي لا يبوحين وحكة تجمل وأكلوا مركز هذا نعنا حتى شبعوا إلا يكدر جيم وفضل فضله وحباب الصهر مركز لازم جيرا لسو كان ونوم البق سعبك وماشي مجي قوتي وماشي لسو كان ونبي جبرك هذا وكوكب انت اللي كدر جي أو صبرار يسحن لوقاتي ونوم البق وبحسدي بهذا نح صهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم أشهد أن لا إله إلا الله وحنقره إنه سن الله جن أنا الله هين سبحانه وتعالى وأني أنا النبي محمد رسول الله إن أنا تحسن قرية لا يلقى الله إلهي كل كل مما عبد أضون بهما جذاب صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله أي لا يلقى عبد أضون لكل مما الله إلهي بهما إشرا لولا كلمة ذل حنبارس غير شاك حاله سن شك سنين مرك او فيح جمع عنه الجنه مرك الجنه مرك اللي حجاب صورت قلما يعني ما محي صورت قلما قفكي انت قره الى هين الله كل مسوق مشرك هين جنده ان لك حجابه. ولذلك كلمه مرك لو فيري لا يلقى الله بهما عبد غير شاك مرك حالك دي مر هدي قولنت لا يلقى الله عبد اظن لكل مما يو ولا يلقى لا يلقى عبد اظن الله إله إلا كل ما بهما لا بد كلمة غير عبد جاسود مرك غير شاكل هدي أتجدد سفكلك للموصوف والنكرة ذا عبد جاسو غير شاكل عن شك سنين غير شاكل هدي لنا حال أنو شك سنين أظن إلهي
oo aan shaki ku jirin ee ilaahay la hortagayo labadaas kelmad ma jiro ilaa marka qofkaas jannada u furan tahay rawahu muslim xadiidkan waxa weeye imaam muslim wuxuu waxaan dhexda kaga jirnaa axaadiisi ka hadlaysay ma aragtay الرجاء وإلى هنا بالله توفيق.